لا احنا نبدي محاضرتنا لان بعدنا راح يجي دكتور عدنان، فحتى ما نطول ناخذ بس الوقت المحدد لنا. اليوم احنا راح نبلش بالسيشن الخامس. طبعا انا علي المحاضرة الاولى وان شاء الله المحاضرة الثانية كلينيكال على دكتور عدنان حنظل، وموضوعنا هو الجاسترو انترايتز. راح ناخذه من ناحية الفيرال جاسترو انترايتز. طلاب التهاب المعدة والامعاء مسبباته هي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيرال فيروسات، وممكن يكون باراسايت. 3 مسببات رئيسية لالتهاب المعدة والأمعاء. هو عادة حديثا يعني قام يسموه ستومك فلو، الجاسترو انترايتس إلى تسمية حديثة هو ستومك فلو. احنا موضوعنا اليوم محور السيشن والمحاضرات الاثنين راح يتحدث فقط عن جانب الفيرال جاسترو انترايتس، يعني ما راح نتحدث عن البكتيريا اللي يسبب التهاب المعدة والأمعاء، ولا راح نتحدث عن الباراسايت. نركز على الجانب المهم والشائع، يعني هو مسبب رئيسي لحالات الإسهال اللي يصير عند الأطفال، هو فيرال ايجنت، فيرال انفكشن. الفيروسات الرئيسية والشائعة اللي يسبب الفيرال جاسترو انترايتس هي طبعا بالدرجة الأولى الروتا فيروس، يعني من سلسلتها حسب الخطورة الروتا فيروس، والنورو فيروس طبعا، والأسترو فيروس، والأدينو فيروس. لكن يا هو من الأدينو فيروس يا سيرو تايب، هو سيرو تايب 40 and 41، لأن أنتم تعرفون وأعتقد دكتورة أيام بمحاضرتها بالريسبيراتوري فيروس اعطتكم على الأدينو. الأدينو هو يعني معروف يسبب الإصابات الجهاز التنفسي، لكن عندنا 2 من الأنماط المصلية من عند اللي هو سيرو تايب 40 وسيرو تايب 41 يسبب الجاسترو انترايتس. خلوا ببالكم طلاب، هو الفيروس بمجاميع وبأنماط مصلية، مرات هو نفس الفيروس لكن نمط مصلي معين يسبب انفكشن تختلف عن الشائع عن الفيروس. فالادينو فيروس هو معروف من الريسبيراتوري انفكشن بالدرجه الاولى، لكن احنا عندنا سيرو تايبات 2 اللي هو 40 و41 معروفه جدا هي المسبب الرئيسي للجاسترو انترايتس، او الدايريا اللي تصير عند التشلدرن اللي هم اعمارهم لحد 5 سنوات. بعد عندنا فيروسات تسبب الفيرال جاسترو انترايتس، اي نعم هم عندنا بعد فيروسات ما سلطت الضوء عليها لان هي مو موضوعنا الاساسي ومو شائعه يعني، لكن هي ممكن نقول انه هي الكورونا فيروس، وكلكم تعرفون الكورونا فيروس. ممكن ايضا حسب ما اتذكر تورو فيروس ايضا ممكن يسبب الجاسترو انترايتس، خلي اتذكرهن بافو فيروس ممكن. فعندنا فيروسات لكن هي ريرلي مو شائعة. أول فيروس اللي راح نتحدث عنه هو الروتا فيروس. الروتا فيروس معروف، الروتا فيروس هو single most important etiological agent of severe diarrheal infection in neonates and young children. يسبب حالات الإسهال الشديد بالأطفال اللي هم حديثي الولادة واليونج تشيلدرن. عندي هسه سلايد ثاني موضحت لكم اليونج تشيلدرن اللي هي أعمارهم لحد عمر 5 سنوات. تقريبا يعني حالات الإسهال الشديد عند هذول الأطفال والحديثي الولادة يشكل الروتا فيروس نسبة 40%. يعني من تجيك حالة إسهال للمستشفى تشوف الطفل عنده دياري، عنده فيفر، عنده 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 كذا، أنت تخلي ببالك إنه يعني 40% من هاي الحالات المسبب الرئيسي هي الروتا فيروس، طبعا استنادا على الكلينيكال سيبتوم اللي يعاني منها اللي تظهر على البيشنت. الامبورتنت بروبرتيز، الى عائله يعود الروتا فيروس، يعود الى عائله الريو فيريداي. طيب الجينوم شو راح يكون؟ يا نوع دي ان اي لو ار ان اي؟ لا راح يكون هو دبل ستراند. طلاب هذه دي اس او تلقون اس اس، هاي بمعنى دي اس دبل ستراند، شريط مزدوج من الار ان اي جينوم. لما تلقى اس اس يعني سنجل ستراند، شريط واحد. طبعا يكون سيجمنتد، متكون من عدد من القطع 11 قطعه تقريبا. ايكوزا هيدرال كابسيد
يعني بمعنى شلون متعدد الوجوه، يكون مضلع الشكل مالته، راح يكون مضلع. هو من الفيروسات العارية التي لا تمتلك غلاف، نون انفلوب فيروس. لذلك طلاب خلوا ببالكم انه الفيروسات اللي بيها غلاف تكون خطورتها اقل من الفيروسات اللي تفتقد للغلاف. ليش؟ لانه الفيروسات المغلفة، الغلاف الخارجي يتكون من مواد دهنية وكذا، هذا راح يتأثر بالمعقمات، بمجرد ما تستخدم معقم يحطم الغلاف الخارجي وتقدر انه خلاص ينتهي الفيروس. لكن الفيروسات اللي هي ما بها غلاف تكون اكثر خطورة واكثر مقاومة للمعقمات، مو بسهولة تتخلص منها. كم جروب من هذا الفيروس؟ احنا قلنا روتا فيروس. الجروبات البي أنا كنت أنطي ب 2015 طلاب ماجستير كلية الطب، كنت أشرح لهم أقول لهم بسبع جروبات، سبع جروبات اللي هو من أي إلى جي، يعني روتا فيروس جروب أي، روتا فيروس جروب بي، روتا فيروس جروب سي. كل جروب إلى فد مميزات خاصة. جيت أحدث المحاضرة لحد هذه السنة، يعني من 2015 ولحد 2022، لقيت إنه موصلين، إنه مكتشفين وصلوا لحد 10 جروبات. إذن آخر معلومة تقول إنه كم جروب لهذا الفيروس؟ 10 جروبات من أي إلى جي. الجروب أي هو اللي يعتبر مسؤول عن الموست انفكشن ان تشيلدرن. شكل هذا الفيروس، مظهر هذا الفيروس، طبعا الفيروسات طلاب يفحصوها بالمجهر الإلكتروني، هاي متفقين عليها. المجهر الضوئي ما من الممكن نفحص به الفيروسات، ما نشوفها، ما تنشاف. المجهر الضوئي فقط مخصص نفحص به البكتيريا والباراسايت. الفيروسات انه نفحصها بيمن بالمجهر الالكتروني، فراح بالمجهر الالكتروني شنو نفحص؟ راح نلاحظ الشكل الخارجي إلها، فراح يكون شكله ويل لايك ابييرنس، شكل العجله، لذلك هو يسمى من الفيروسات العجليه. لما نلاحظه تحت المجهر الالكتروني. زين، سورس اند ترانسميشن. فيروس الروتا، الروتا فيروس هو يكون معدي جدا. إذا تذكرون بالمحاضرة السابقة من تحدثت لكم عن الميزوز والروبيلا وكذا، قلت لكم إنه الناتشرال هوست هو فقط هيومن. هنا لا، الروتا فيروس ممكن أن يصيب الهيومن، ممكن أن يصيب الأذر مامالز، يعني ثدييات أخرى، يصيب البيرز، يعني خلينا نقول يصيب الهيومن ويصيب الأنيمال. وسيلة الانتقال الرئيسية والمهمة واللي راح تتكرر كل الفيروسات اللي راح أشرحها، هي ينتقل from person to person، من الشخص المصاب إلى الشخص السليم، عن طريق الفيكال أورال روت، بعد عن طريق الكونتامينيتد هاند، الأيدي الملوثة، السطوح الملوثة. يعني خاصة شوفوا لما الشخص المصاب نقول يستخدم الـ WC وما غسل إيديه بصورة صحيحة، شوفوا بصورة صحيحة وبصورة جيدة، فراح يلمس الحائط، الباب، يدة الباب. شفتونا بزمن كورونا عقم يدة الباب وما خلينا شيء بالبيت، أهم شيء اليدات، الشبابيك والأبواب لأن هي أكثر استخدام، الأسطح، كل الأماكن. فلما تكون إيده هي ملوثة بهذا الفيروس وهو ما غسل بصورة جيدة وبقى الفيروس بإيده، فلما يلمس الأسطح، المغسلة، الحنفية يفتحها، الباب، يدة الباب، الشباك، كذا كذا كذا، هذه كلها راح تصير هي contaminated. فراح ينتقل عن طريق الكونتامينيتد هاند، عن طريق السيرفيس، الاسطح، عن طريق الاوبجكت والفورمايس، عن طريق الحاجيات واغراض الشخص المصاب. كل شيء يستخدمه وايده ملوثه هو خلاص نقل الاصابه. وايضا عن طريق الكونتامينيشن فود اند ووتر. والنقطه الاخيره واللي هي اساسيه، البور هايجين، يعني انا دائما اكد على البيرسونال هايجين. انا شنو الفائده انصاب واقوم ادور علاج وادور، هو اصلا ما له علاج، فقط هو سبورتيف كير. فأهم شيء هو العناية بالنظافة الشخصية، دائما أغسل بصورة صحيحة، دائما أستخدم معقمات، دائما بالماء والصابون، أعتني بنظافة الأيدي. البيرسونال هاجين هي النقطة الأساسية اللي تغنينا عن كل هذه النقاط، لأن أنا لو ما أغسل زين، لو ما أعتني بنظافتي الشخصية، ما راح أيدي تتلوث، ما راح أنقل الفيروس للسيرفيس والأوبجكت والحاجيات والأغراض وما راح أنقله أيضا للفود ولا أنقله للووتر. فأهم نقطة عندي اللي هي البيرسونال هايجين، فلما يكون عندي بور بيرسونال هايجين راح يكون هو المسبب الرئيسي لانتقال هذا الفيروس. وخليت لكم صورة هذا الطفل ايش قد حلو، شلون يعض باللعبة وهي ممكن تكون ملوثة. كونتامينيشن فود اند ووتر، والهاند اللي تكون هي كونتامينيتد. ابيديميولوجي التشيلدرن يقول هي
اكثر اصابه هذا الفيروس، انا قلت لكم باول سلايد اول ما بلشت قلت لكم هو يصيب تشيلدرن اللي اعمارهم لحد عمر 5 سنوات، لكن البيك انسيدنس اوف انفكشن ذروه هذا الفيروس او ذروه الاصابه راح تكون من عمر 7 اشهر الى 15 شهر، يعني من 7 اشهر سنه و3 اشهر لحد سنه ونص. لما تيجيك طفل بهذا العمر وعنده اسهال شديد وظهرت عليه اعراض يعني الفيرال كاسترو انترايتس، اول ما تخلي بالك هو ممكن يكون روتا فيروس. الري انفكشن كمان ثرو اوت لايف، يعني لما اني انصاب مره واحده بهذا الفيروس ممكن انصاب مره ثانيه، مو مثل التشيكن بوكس وكذا ممكن ينصاب مره واحده بعد ما ينصاب. اي نعم، هنا يصير عندي ري انفكشن، ممكن اذا انصبت مره ممكن ان انصاب مره اخرى. يقدر واحد من الطلاب يقول لي ليش؟ يعني ممكن أن تتكرر الإصابة. ممكن يقول لي ليش ممكن أن تتكرر الإصابة؟ خب أنا أنصاب مرة واحدة خلاص يصير عندي مناعة وينتهي الموضوع، ما أنصاب مرة ثانية هي شنو يومية يعني؟ دكتورة ليان معلمي، خلي البنية أول شيء جاوبني وبعدين وراها، لأن أنا ما دا أشوف الأسماء دابا على البرزنتيشن. تفضلي ماما. دكتورة تبقى ليتنت في الجسم يعني ترجع مرة ثانية تتنشط؟ لا لا بعد جاوبني ماما، ردت تجاوب اكو طالب. ترى لانه هو ار ان اي ممكن يصير ميوتيشن يصير انفكشن، جهاز المناعه ما يعني يتحرك. وصلت يعني شنو يصير للميوتيشن؟ مثل الكورونا يوميا ظاهر لنا بشكل، يعني شنو بعد اريد شويه اوضح؟ صحيح جوابك. ترى غير السبايك يعني؟ هي مو بقى شيء مرتبط بشيء، شوفوا الجواب اللي هو دقيق جدا. انا اول ما قلت لكم انه بي سيرو تايب وروبات متعدده، فاني ممكن انصاب بسيرو تايب معين زين، مره ثانيه من تصير عندي ري انفكشن ما انصاب بنفس هذا السيرو تايب، انصاب بسيرو تايب ثاني. فهاي هم لها علاقه انه ار ان اي يسوي ميوتيشن وكذا. وصلت الفكره؟ انه لان بي سيرو تايب ما عندي، هو مو نوع واحد سيرو تايب واحد وانصبت بيه وانتهى. اذا تذكرون بالميزوزورابيلا قلنا سينجل سيرو تايب، هو مره واحده انصبت بيه انتهى، جسمي كون عنده مناعه. هذا لان بي جروبات هواي وبي سيرو تايب، فلما انصاب انا بسيرو تايب الري انفكشن لما تنعاد وانصاب مره ثانيه هو ما انصاب بنفس السيرو تايب، ممكن انصاب بسيرو تايب ثاني، فممكن يصير عندي ري انفكشن. هذا الفيروس هو طبعا الاصابه به على مدار السنه، لكن اكثر فصل تكون به الاصابه هو فصل الشتاء. انديميك، هو مو مرض مو وباء وينتشر مثل كورونا، هو انديميك لكن احيانا يتفشى هذا المرض. يعني شلون؟ خاصه بدور الحضانه، يعني لما الطفل يصير بيسهال وراها كلها او بالبيت لما الام عندها اكثر من طفل واحد ينصاب بسهال، هي ممكن تسيطر كنترول على المرض مجرد ما تعتني بنظافه الطفل ونظافه ايديها وكذا وكذا تسيطر على المرض، لكن احيانا واحد ينصاب الكل ينصابون فراح ينتقل من شخص الى ثاني، لكن هو انديميك. ساين اند سيمبتوم، شلون اعرف هذا البيشنت اللي اجى للمستشفى هو بيروتا فيروس؟ ليش ما ممكن يكون بكتيريا المسبب؟ ممكن يكون باراسايت. اول شيء الانكيوبيشن بيريود راح تكون من يوم الى 4 ايام. زين، 3 اعراض رئيسيه ااكد عليها، 3 اعراض. اول شيء الدياريا راح يكون ووتري، راح يكون الاسهال مائي، لا بي بلاد ما بي دم ولا بي ميوكاس ما بي ماده مخاطيه مثل البكتيريا ولا بي بصل ولا تكون مواد يعني جراحه وكذا، ولا يعني قلنا ما بي بلاد، ان هو ووتري دياريا، هاي اهم صفه رئيسيه. يصير عنده فوميتينج، يصير عنده تقيؤ، يصير عنده غثيان وفيفر ارتفاع درجة الحرارة. طبعا هو الشخص من نوع الدياريا، دائما الطبيب يسأل الأم إذا كان الطفل صغير ما يتكلم، يسألها عن بعض الأسئلة فيقدر من خلالها إنه يستنتج إنه هذا سبب الوتري، العفو سبب الروتا فيروس. 3 مسببات رئيسية، لكن هذا ما يمنع إنه يعاني من تعب، يعاني من أعياء، تشوفه نحلان، ما بيحل، آلام بالبطن، أبدومينال بين، أيضا ممكن تصير فايريميا، لا ما يصير عنده فايريميا، ما يوصل للدم. الدايريا اللي تكون عند الشيلدرن اللي هو مصاب بالروتا فايروس هي يعني تستمر من يومين أو 3 أيام لحد أسبوع وخلاص ينتهي الموضوع. أحيانا خلال هذه الفترة
وحالات الإسهال المتكررة والمتعددة راح يصير عنده يفقد الكثير من السوائل، يفقد الكثير من الأملاح، فيمكن بالنتيجة يصير عنده ديهايدريشن، يصير عنده جفاف. ممكن بالحالات الشديدة احنا إذا ما عالجنا الجفاف وتخلصنا من عنده راح ممكن يؤدي إلى الوفاة. اللابوراتوري دايجنوستس، طبعا اللابوراتوري دايجنوستس راح اتحدث عنها، هي تجرى على كل الفيروسات الجايه نفس التشخيص. الكلتشر عن طريق السيل كلتشر، وانا قلت لكم اياها بالاسبوع اللي فات، قلت لكم انه البكتيريا لما اجي اتحرى عنها طبعا بالمجهر الضوئي وبالكلتشر ميديا اوساط زرعيه خاصه، لكن الفيروسات لا، بالمجهر الالكتروني وبزراعتها اعزلها عن طريق زراعتها على خلايا خاصه، لكل فيروس الى خلايا خاصه ينزرع عليها. طريقة الكلتشر للروتافيروس صعبة، فقط جروب أي نقدر نزرعه على خلايا كلا القرود. طريقة عزله بهذه الطريقة صعب، فلذلك هاي الطريقة يعني ما يعني أتجنبها. أفضل شيء هي طريقة الالكترون مايكروسكوب. طبعا شو نحن بالالكترون مايكروسكوب شو نشوف؟ نشوف المظهر الخارجي إله. وقت ما أشوف أمامي فد جسيم ماخذ شكل العجلة وكذا وكذا، وأنا العينة ماخذتها من بيشنت أنا شاكة بروتا فيروس، راح أقول هذا عنده روتا فيروس. أكو اختبار ثاني هو الرابيد تيست، كلكم تعرفوا بحالة كورونا أكو رابيد تيست، سريع هذا الاختبار يعطي النتيجة فورية، يسموه كروماتوغرافيك إميونو أسي تيست، ايضا هذا يتحرى عن الروتا فيروس انتيجين. عندي اختبار الالايزر يتحرى عن الفيرال انتيجين بالستول سامبل، يعني السامبل اللي اخذها راح تكون ستول. سيرولوجيكال تيست كلكم تعرفوه، ممكن عن طريق اختبار القياس الاي جي جي والاي جي ام بالسيرم. وتقنيه البي سي ار طلاب هنا خلوا ببالكم، الدي ان اي فيروس، يعني شنو دي ان اي فيروس؟ اللي هي جينوم دي ان اي، نتحرى عنها بالبي سي ار. جهاز البي سي ار في جهاز صغير كذا، ما اعرف يعني شايفيه او ما شايفيه، دوروه بالجوجل يكشف عنه. لكن اذا كان عندي ار ان اي فيروس كما في حاله الروتا فيروس، هو ايضا جهاز البي سي ار لكن يسمى ار تي بي سي ار، ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار. فجهاز البي سي ار للتحري عن الدي ان اي فيروس، وجهاز البي سي ار الثاني من يا نوع الار تي. الار تي بي سي ار هو نتحرى عن الجينوم مال الفيروس حتى ناكد الاصابه بالروتا فيروس. التريتمنت، أنا عندي علاج محدد للروتا فيروس؟ لا، ما عندي علاج محدد، لكن كل اللي أقدر أسوي إنه هو فلويد ريبليسمنت، إنه أنا أعوض الجسم عن السوائل اللي فقدها. الشطو للشخص المصاب بالمستشفى عادة أول ما يجي عنده إسهال، وإسهال شديد ومتكرر طبعا، مباشرة إنه يبدون ويا شو اسمه محلول السائل الفموي الأورال rehydration salts، هذا بيه أملاح وأملاح معدنية تعوض الجسم عن الأملاح اللي يفقدها، أو يسمى أيضا بالأورال rehydration therapy. كلش فعال، يعني تقريبا يقلل الإصابات بنسبة 93% 94%، يعني يحافظ على البيشنت من الجفاف اللي ممكن هذه، يعني الجفاف قلت لكم يوصل إلى حالة الوفاة. ف تريتمنت خاص؟ لا، ماكو تريتمنت، كل اللي علي انطيه هذا سائل المحلول الفموي اللي هو بنسبه املاح وبنسبه سكريات، وهيك فد اكياس بالصيدليه موجود فد اكياس، وينحل بلتر من المي وينطى اورال للبيشنت، وممكن ينطون مكملات غذائيه بها زنك ايضا. هاي شنو انا الغايه من عندها؟ الغايه من عندها انه اني ما اريد يصير ديهايدريشن عند البيشنت، ما اريد يوصل لمرحله الجفاف، احافظ عليه. انا اذا حافظت خلي يستمر عنده الاسهال، خلي يستمر عنده الاعراض، هي اوتوماتيكلي مستمره، يبقى الاسهال اسبوع يلا ينقطع، ويا العلاج اسبوع يلا ينقطع، لكن انا قدر الامكان احافظ عليه من فقدان السوائل اللي تؤدي للوفاه. عندي لقاح للروتا فيروس؟ اي نعم، عندي لقاح اللي هو راح يكون طبعا اورال، ينقطع عن طريق الفم ولايف اتنويتد، وهذا اللقاح خماسي وكذا. لقاحين عندي، مو لقاح واحد، عندي الروتا تيك والروتا ريكس. هذا اللقاح الأول الروتا تيك يعطى بثري دوزز، بثلاث جرعات، الجرعة بالعمر شهرين، والجرعة الثانية بعمر أربعة، والجرعة الثالثة بعمر ست شهور. الروتا ريكس جرعتين فقط، ينطى بعمر شهرين وبعمر أربعة شهور. هذه اللقاحين
هل هي آمنة؟ آمنة على ال person؟ نعم هي آمنة. Both of these vaccines are highly effective and safe. فعالة جدا تمنع الإصابة بالروتا فيروس وهي آمنة عليه. لكن احنا لما نعطيها هي بعد راح تحمي من الإصابة بالروتا فيروس، لكن هي ما راح تحمي من الإصابة from other virus. هذه اللقاحات تشتغل فقط على الروتا. أنا مو والله هي خلص بعد طول العمر ما يصير عندها إسهال وكذا بسبب فيروسات أخرى، لا لا، إنه both of these vaccine يشتغلون فقط على الروتا فيروس، فراح تحمي من الإصابة بالروتا فيروس بالمستقبل، لكن ما يمنع من إصابته بgastroenteritis and diarrhea from اللي سببها other virus غير الروتا فيروس. هذه الصورة حاولت أطلع الكلمات اللي بيها سويت لكم إياها نقاط. سؤال: What can be done to prevent rotavirus disease؟ شوفوا أنا عندي أهم شيء أهم شيء أهم نقطة تقول لي هو العناية بالنظافة الشخصية. أنا إذا ما كنت نظافة شخصية خلاص صار عندي contamination surface, contamination object, contamination hand, contamination food, contamination drink وانقلبت الدنيا وصار عندي إصابة. أهم نقطة هو personal hygiene. طبعا فترة الإصابة الطفل بالروتا فيروس يأكد على الرضاعة الطبيعية، ماكو أحسن من حليب الأم. حتى لو مستمر عند الإسهال دائما إذا منتبهين، لو صايرة عندكم حالة يعني طفل مريض وتودوه المستشفى يقولها الطبيب استمر الرضعي، استمر الرضعي. يقول دكتور مبطنة طلعت أكثر من مرة، 2 3 4، أقطع عن الحليب، يقولها استمر الرضعي. أهم شيء هي الرضاعة الطبيعية، تعويض السوائل حتى ما يصير عنده جفاف. العناية بالمي، يعني يكون مي معقم، مي مغلي، خصوصا من يحضرون المنمية للأطفال وكذا، لازم يكون المي مغلي، لازم يكون المي مغلي حتى نحافظ عليه من الإصابة من سرعة إسهال. ووسيلة الـ prevention of this virus الأساسية هي الفاكسينيشن، تلقيح، ياخذ اللقاح يحمي نفسه من عنده، ما راح يصير شيء. الفيروس الثاني اللي ايضا يسبب حالة الإسهال الشديد والتهاب المعدة والأمعاء هو الأستروفيروس. هذا الأستروفيروس طبعا نفس الشيء، خلوا بالكم كل هاي الفيروسات اللي راح نشرحها هي ووتري دياري، تسبب إسهال مائي، ما بي بلاد، ما بي بصل، ما بي ميوكس، وهذه هي الصفة المميزة للفيرال gastroenteritis. ايضا يصيب الانفنت ويصيب اليونج تشيلدرن نفس الحاله. هو انكومن باثوجين ان ادلت، غير سائد عند البالغين، لكن هذا ما يمنع انه ينصاب الشخص البالغ. من هو بينهم الشخص البالغ؟ اللي هم الالدرلي بيبل، اللي هم الناس الكبار السن، والناس اللي هم عندهم ضعف المناعه، الميونوكومبرمايزد بيبل او الميونوكومبرمايزد بيشنت. هذول الاشخاص اللي عندهم ضعف المناعه منهم طلاب، مثلا مرضى الكانسر، هذا عنده ضعف بالمناعة من كثر العلاج الكيميائي والعلاجات اللي ياخذها مناعته تضعف. اللي عندهم امراض الكلى دائما يسوون غسل كلى، يعني عامة الاشخاص اللي يعني عندهم امراض مزمنة وياخذون علاجات باستمرار هم يصير عندهم ضعف بالمناعة، فهم يكونون اكثر عرضة. وكبار السن اللي اعمارهم اكثر من 60 سنة اكثر عرضة للاصابة بهذا الفيروس. Important properties من عائلة منو؟ عائلة الأستروفيريداي. نوع الجينوم هو single، شوفوا SS مو DS، لكن هو RNA، نخلي بالنا هو RNA، single strand RNA. نفس الحالة شكل الكابسيد راح يكون مضلع متعدد الأوجه، non-envelope virus، وهذا هو لذلك هي تكون إصابتها شديدة، لأن هي فيروسات عارية لا تحتوي على الغلاف الخارجي. كم سيروتايب موجود بي؟ بي 8 سيروتايب من هيومن أستروفيروس، هذا خط واحد هيومن أستروفيروس لحد 8 سيروتايبات من عنده. هاي الأستروفيروس منين اجتي هاي التسمية؟ اجتي التسمية من شكله الخارجي، شكله الخارجي يشبه النجمة. اجوا خلوا في السامبل تحت المجهر الإلكتروني فحصوها، لقوا في الجسيمات تاخذ شكل النجمة مثل الستار، فطلقوا عليها باسم الأسترو فيروس لأنه سطحها الخارجي بيه من 5 إلى 6 نتوءات أو نقاط تكون بيه، المهم أخذ شكل النجمة. شكل النجمة، لا يجوز واحد يقول لي دكتورة هي النجمة بالإنجليزي ستار، أنت دا تقولين أسترو فيروس، جاب الأسترو. باليوناني كلمة نجمة الأسترون اسمها، أسترون باليوناني معنى نجمة، فسموه الأسترو فيروس لأن شكله نجمي الشكل.
سورس اند ترانسميشن، حتى ما اطول عليكم، ترى هي نفس الطرق، يعني هاي المجموعه اللي يسبب الفيرال جاسترو انترايتس اللي هن اربع فيروسات، هي نفس طرق الانتقال لها كلها عن طريق contamination food, contamination water. طبعا هو الانتقال الرئيسي، وسيلة الانتقال الرئيسية من الشخص المصاب للشخص السليم person to person fecal oral route. هذا الفيروس الأستروفيروس resistant to desiccation، يكون مقاوم للجفاف، لذلك يبقى عايش بالبيئة الخارجية لفترات طويلة، مقاوم فيبقى لفترات طويلة. أيضاً الأستروفيروس لما نتحرى عنه لقوا بكل مصادر المياه ممكن يكون موجود، المولتيبل تايب أوف ووتر سورس، يعني ممكن أن مياه الشرب اللي نشربها ممكن أن نلقي بها أستروفيروس، الريفرز مياه الأنهار، الدمز مياه السدود، الويست ووتر مياه الصرف الصحي أيضاً يوجد بها، effluent from water treatment plant، النفايات السائلة من محطات معالجة المياه لو تفحصها أيضا ممكن تلقى بها الأستروفيروس. إذا أنه أنا ألقى بكل مصادر المياه يكون موجود هذا الفيروس. لما نأخذ سامبل من هذا المياه، عينة، نأخذ عينة نريد نفحصها، يعني ممكن تلقى ملتبل سيروتايب، يعني أكثر من سيروتايب بنفس العينة. ها طلاب، بناخذ عينه صغيره اريد افحصها، ممكن القى اكثر من سيروتايب، ممكن القى سيروتايب واحد، سيروتايب ويا اربعه، ويا خمسه، ويا، يعني مو شرط القى سيروتايب واحد. اذا هو يتواجد بكل مصادر هذا المياه اللي ذكرناها. يقول الهيومن استروفيروس كان سرفايف ان ووتر افتر كلورينيشن، انه حتى المياه من بعد تعقيمها بالكلور ممكن ان تحتوي على الاستروفيروس. يعني طلاب هي تسبحون ممكن تنصابون، طبعا اللي مناعته ضعيفه بالنسبه للادلت، تشرب مي ممكن، تروح للشمال حتى تتونس، تروح للسدود، السد من السدود حتى تتونس، بسفره ممكن تنصاب، من ما تجي ممكن تنصاب، موجود بكل مكان ومقاوم للجفاف ويبقى لفترات طويله. الاعراض هي نفس الشيء، لكن احنا بالروتافيروس نخلي بالنا ما ننساها للدوم. ثلاث اعراض رئيسيه، ووتر دياريا، ويصير عنده فيفر، ويصير عنده فوميتنج. هنالك يوبيشن بيريود من 3 إلى 4 أيام. الدياريا اللي يصير عنده هي ووتر دياريا، لكن شنو يعني هي ليس سيفير، انه هي اقل شده مما هو بالروتا. الروتا هو الدرجه الاولى، اول ما تخلي بالك هذا الشخص مصاب بيما تخلي بالك مصاب بالروتا. هذه ممكن ان يسبب عنده حاله اسهال لكن اقل شده، ممكن يكون عنده ابدومينال بين، عنده الم بالبطن. يقول الفوميتنج هنا لا ان كمان، فعن طريق هذه الاعراض ممكن تقدر تميز هذا روتا لو هذا استرو. ارتفاع طفيف بدرجات الحراره، ممكن اذا احنا ما عالجنا الجفاف معطينا سوائل راح يصير عنده ديهايدريشن. فتره هذا الاسهال من يوم لثلاث ايام خلاص ممكن ينتهي. احنا بالروتش قلنا ممكن يستمر اسبوع. والعدوى اللي يصير بالمستشفيات نسبة الاستروفيروس هي 6%. انا ما اعرف بالبداية شرحتها وما اعرف وين يقول نسبة الروتافيروس، كل الحالات اللي تصير تجي في المستشفى هي نسبتها 40%، تخلي بالك ممكن تكون روتا، 6% ممكن تكون استروفيروس. اللبراتوري دايجنوستس طلاب ما راح اعيدها، نفس اللبراتوري دايجنوستس انا اريد اعيفها ما اكتبها، لكن اشرت لها بشكل بسيط انه اريد اوضح لكم ان هي نفس طرق التشخيص المختبره للروتا فيروس. التريتمنت هل عندي علاج خاص بالاستروفيروس بالذات؟ لا انا ما عندي سبيسيفيك ثيرابي، لكن التريتمنت هي نفس الحاله بالروتا فيروس، طلع هو نفس التريتمنت، لكن هنا شويه صياغه الجمل اختلفت. ماشي، فتح استقل لك على صيغه تقول لي انه ما في سبيسيفيك ثيرابي لهذا الفيروس، واني علاج هو عباره التريتمنت از يوجوالي كونسرفيتيف، يعني العلاج هو تحفظي، انه اني فقط اعوض عن السوائل اللي فقدها حتى امنع عنده حاله الديهايدريشن. فخليت لكم اياها باللون الاصفر انه انطيه فلود، حتى يعني شنو الفلود؟ فلود اند الكترولايت ريبليسمنت، عوضه واستبدل السوائل اللي فقدها. طبعا السوائل احنا لما ننطي محلول السائل الفموي هو راح يكون اورال، بالحالات الشديده بحاله الجفاف الشديد ممكن يطول السوائل عن طريق
الوريد حتى يعوضوه عن اللي يفقده. العفو طلاب. Prevention and control. لا يوجد حاليا لقاح للأسروفيروس. احنا قلنا الروتوفيروس اكو إلى لقاح، للأسروفيروس ماكو لقاح لحد الآن، لكن كل اللي علينا حتى احنا نسوي prevent infection حتى نمنع الإصابة به انه نسوي interruption of transmission، نسوي قطع او انقطاع سلسلة انتقال هذا الفيروس، فهي امر كلش مهم حتى حد من انتشاره. هذا كلش مهم خاصة بالمستشفيات ومراكز الرعاية. شلون أقطع سلسلة انتقال هذا الفيروس؟ إنه أهتم بالعناية الشخصية، أهتم بالعناية الشخصية وعملية تنفيذ الإجراءات الصحية Universal Hygienic Procedure. يعني شو أسوي مثلا؟ الاهتمام بالهاند ووشينج، دائما أكد على غسل اليدين بصورة صحيحة وبصورة جيدة. بعد استخدام الباثروم، بعد استخدام الحمام، بعد استخدام الWC، لأن هي هذه هو مصدر العدوى، فلازم أغسل اليدين بعد استخدام الحمام. الأم لما ابنها يكون مصاب بالدايريا وهو عنده غاسترونترايتس، لما تغير الحفاظة مالته لازم هنا بعدها تغسل إيديها بصورة جيدة، لأن هي هم راح تكون مصدر لانتقال العدوى الباقي الأطفال الموجودين وياهم بالبيت. إذا changing diaper أيضا وراها لازم تسوي hand washing and before prepare or consume food، وقبل تحضير الطعام أنا لازم أغسل اليدين، ما أعرف أنا شو لزم السطح، شو استخدمت من أدوات ممكن تكون ملوثة، وقبل ما أكل الأكل إنه لازم أغسل إيدي. أنا أغلبهم هنا ما يغسلون، يغسلون ولا ما يخلص أكل، وهي في حين إنه يغسل قبل ما يأكل هو الأهم. يعني أنت كنت برا، كنت بالدوام، كنت برا يعني بأي مكان كنت، وتيجي تريد تأكل ما رأسا أكل، ما أعرف أنا إيش لزمت بطريقي، يا ميز يا حائط يا باب يا أي شيء، ربما إنه شخص قبلي هو أصلا مصاب بالإسهال أو مصاب بأي مرض ثاني ولازم نفس المكان، فأني أؤكد على غسل اليدين. إذا هذه كلها هم ألخصها بنقطة أساسية إنه أهتم بالعناية الشخصية. طبعا طلاب أكثر حالات الإصابة بالإسهال نتيجة الروتا الأسترو نورو فيروس كلها يعني دور الحضانة مع الأطفال، بؤرة مع انتقال الأمراض، بسرعة ينتقل من طفل لطفل، يلعبون سوا، يأكلون سوا. القائمات بالحضانة لما تغير للطفل، شوفوا كم طفل تغير له، كم مرة تغير له باليوم، أفضل هي كل شوية تغسل وتعقم، ما أعتقد، فراح تكون الإصابة كل الشديدة بدور الحضانة وبالمستشفيات أيضا. يعني يدخل الشخص سليم للمستشفى ما بيشير، يرجع للبيت يأخذ وياه المرض، بالمستشفى أيضا ممكن تصير هذه الإصابة. النورو فيروس، الفيروس الثالث اللي يسبب الفيرال غاستروانترايتس هو النورو فيروس، حديثا سموه بالوينتر فوميتينج ديزيز، مرض القيء الشتائي. هو أيضا من المسببات الرئيسية للغاستروانترايتس. يسبب سيفير فوميتينج، سيفير دايريا، لكن بصورة مفاجئة صادقي. يعني إنه أنا مو بالبداية مثلا بطني قام توجعني، حسيت نحول شوية، سخنت وراها صار عندي إسهال. بالنورو فيروس أول ما يبلش قيء وإسهال سوا بصورة مفاجئة، يعني يقول قبل شوية هو ما بيشي، ما أعرف إيش أكل، ما أعرف إيش سوى، شو هذا بسرعة رأسا تشكل عدة قيء وإسهال. فأنت هنا تخلي بالك هو النورو فيروس، إنه أعراضه تبدي بصورة مفاجئة. النورو فيروس كم جينوتايب، كم سيروتايب؟ 25 سيروتايب. من المسببات الرئيسية اللي تسبب gastroenteritis in hospital بالمستشفيات ودور الرعاية أيضا، هو يعتبر يسمى باليير راوند، يعني هو على مدار السنة ممكن الإصابة تحدث به، لكن أكثر فصل نفس الروتا وكذا، أكثر فصل هو فصل الشتاء. النورو فيروس إنه مو بس يصيب الأطفال، شوف الروتا فيروس إنه طفل أقل من 5 سنوات خليت بالنا، لكن لما يجيني بالغ وعنده حالة إسهال أخلي بالي النورو فيروس. النورو فيروس راح يصيب الشيلدرن ويصيب الأدلت. الامبورتنت بروبرتيز هو يندرج تحت عائلة الكاليسيفيريداي، عائلة الكأسية. يعني هاي بما معناه بالانجليزي هو كب، الكاس الجلاس يسموه كب، باليوناني يسموه كاليكس،
فاجتي هذه التسميه. طبعا دكتور عمران اذا لاحظت محاضرته راح مباشره يقول لكم كالسي فايروس. الكالسي فايروس يقصد نورو فايروس، فلا تستغربون تقولون شو ما متحدث عن النورو، شو حاكي عن الكالس، هي نفسها طلاب ماخذ التسميه من العائله. يعني هنا دا يحكي لكم على النورو فايروس، فالنورو فايروس تعود لعائله الكالسي فيريداي. طبعا بالشريحه ما اقدر ارجع لها هواي شرائح، بالشريحه الاولى او الثانيه قلت لكم هو نو ووك فيروس او نو ووك لايك. هذا نو ووك لايك فيروس هو نفس النورو فايروس. هذا النورو فايروس منين اجت هاي التسميه نو ووك؟ هذه بالستينات، بال 68 سنه 68 سنه 69 صار مدرسه، هذه المدرسة بالولايات المتحدة الأمريكية صارت عندهم عدوى شديدة، كل الأطفال صار عندهم التهاب معدة وأمعاء وإسهال وقيء. يعني قلت لكم يعني هو مو هو أنديميك لكن هو ممكن يؤدي إلى تفشي المرض، فانتقل من طفل لطفل، مدرسة كلها انصابت به فتفشى هذا الفيروس. فهو النورو فيروس فسموه نو ووك لايك فيروس. نو ووك لايك فيروس، خل ارجع لكم صارت 21 هذه الشريحه الاولى نو ووك لايك. شوف ناسيه كلمه فيروس، خليكم وياي يا طلاب. قالت لكم هذه التسميه القديمه والنورو فيروس هي التسميه الجديده. فكان سابقا بالستينات شو يسموه نو ووك لايك، هاي نسبه الى هذه المنطقه اللي تفشى بها هذا الفيروس، قلت لكم مدرسه اطفال انتقل من طفل لطفل فسموه نو ووك. فاسم الولايه كان اسمها نو ووك، نو ووك سمي على اساس اسم الولايه. 2002 هم دائما يسوون تصنيف للفيروسات ويسوون ابديت تحديث، لان انا قلت لكم يعني كل فتره يكتشفون سيروتايب جديد كل فتره. فبالتحديث الجديد وبالتصنيف الجديد ب 2002 للفيروسات سموه نورو فايروس، هذه هي التسميه الحديثه. هاي معلومه لكم طلاب حلوه، انه لما واحد يسالك شنو نووك ومن شنو النووك، منو النورو؟ هو نفسه لكن التسميه القديمه تختلف عن التسميه الجديده. بالجديد فحصوا بالمجهر الالكتروني شافوا شكله كأسي فخلاص سموه من ضمن الكالسي فيروسز الفيروسات الكأسيه، طلقوا عليه باسم النورو فايروس. الجينوم هو سينجل سترانت، الايكوزاهيدرال كابسيد، والسمول ستراكشر الفيروس تقريبا الدايمتر الى راح يكون 27-32 هو نان انفلوب فيروس، نفس مواصفات اللي قبله. السورس اند ترانسميشن نفس الشيء، فيكال اورال روت، كونتامينيشن وود، كونتامينيشن ووتر. طبعا هي منين تتلوث الاطعمه والاشربه؟ الطعام والشراب يتلوث من شخص هو ايده ملوثه بهذا الفيروس، اللي يحضرون الاكل اللي يحضروا لك الشراب هو اصلا ايده ملوثه، بالنتيجه راح ينقل اياها. او نتيجه التلامس، اني يعني المس سطح، المس باب، المس شباك، اي شيء كتاب، دفتر ملوث بهذا الفيروس راح تنتقل لي الاصابه. ساين اند سيمبتوم انكيوبيشن بيريود راح يكون تقريبا من 12 الى 48 ساعه. قلنا الاعراض تبدي فجاه. إذا كان طفل مصاب بهذا الفيروس أول ما يبدأ العرض بصورة مفاجئة هو الفوميتنج، يقوم يتخيل، وإذا كان بالغ يبدأ عنده حالة الإسهال. المهم هو قيء مع إسهال، لكن أول ما يبدأ الطفل أول شيء يتقيء. يعني هم إذا صايرة عندكم حالة بالبيت، أنا صارت بابني مرة، ما أدري كل شيء ما بي، كل شيء ما بي، جا من المدرسة تغدى نام، هو قاعد من النوم قام يتقيء، طبعا قيء ما لحقت عليه، ما لحقت. ركضت بي، الله يرحمه دكتور جاسم المرزوقي كان طبيب اطفال الله يرحمه، ركضت بي فقال لي شو وقت بدا عده؟ قلت له بدا عده الصبح او الظهر، يعني بهالوقت حسب. قال لي الليل راح يشكل عده اسهال. فمن الاعراض اللي عده وكذا عرف وين كان، قلت له كان بالحضانه وجبته، هو خلاص عرف. فقلت له اطلع بي، قال لي لا ما تطلعين هسه الشكل ولا سوائل. قلت له ما بي شيء بس يتقيا، قال ده اقول لك بالليل راح يطلع يظهر عندك حاله الاسهال وهسه الشكل ولا. فكان الطبيب مقيم كتب له سوائل وبلشوا، والله فعلا لليل اسهال فد شيء، ويعني وتري دياري ما لحقوا عليه، شبه صار عنده جفاف شبه. فخلص كتب لي بقاني 11 يوم بالمستشفى اسبوع، وورا الاسبوع لان كان هو على حليب القواطي بقاني بعد ورا الاسبوع 4 ايام لحد ما استقرت حالته. وهي لما اقول لكم تبدي فجاه، عند الطفل يبدا القيء فجاه وراها اسهال، وعند البالغين يبدا بالاسهال وكذا، لكن هو قيء مع اسهال.
السيفيريتي هو راح يكون less severe than many other، لكن كشدة المرض هو أقل شدة من الروتا فيروس. كثرة فقدان السوائل ممكن يسوي dehydration، ممكن يصيب الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات، ممكن يصيب البالغين اللي هم 65 اللي قلنا منه هم الألدرلي بيبول الكبار السن اللي هم immunocompromised. لكن ذروة هذا المرض راح يكون من يوم إلى 3 أيام، وراها راح يبدي يقل. treatment and prevention، عندي لقاح؟ لا ما عندي. شوفوا هاي المجموعة كلها شرحناها، ما عندي لقاح فقط للروتا فيروس. لكن علاجي هو supportive therapy، supportive care، مجرد انه علاجي تحفظي انه احافظ من فقدان السوائل. يعطون مكملات غذائيه بها اللاكتوباسيلس والساكاروميسس حتى يحافظون عليها. هاي بالاحمر كاتبه لكم انه الفيروس از فيري ستيبل ان انفايرمنت، راح يكون جدا ثابت بالبيئه. يعني خذوها قاعده، يبقى لفترات طويله بالبيئه، على السطح، بالحائط، على ميز، على قلم، على ورقه، يبقى لفترات طويله مقاوم. انتريك هيومن ادينو فيروس، خليتها بالاخير، خليتها بالاخير لان مجموعه الادينو فيروس انتم تعرفون هي تسبب الامراض الجهاز التنفسي، لكن عندي سيروتايب 42 41 هي راح تسبب لي حالات الاسهال والتهاب المعده والامعاء. شويه راح استعجل لان دكتور عدنان راح يدخل. نفس الكلام، انه اكتشفوا هذا الادينو فيروس بسنه 53، كم سيروتايب لحد 2015 نفس الحاله. ايضا كنت انطي للطلاب قايلت لهم اكو 52 سيروتايب، ورا سنه او سنتين من كنت ادرس الطلاب وصل 57 حدثت المحاضره. هسه بمحاضرتكم لما نحدثها وصل لحد هاي اللحظه هو 60 سيروتايب، والاكتشافات مستمره على مدار السنه. السيروتايب خلوا ببالكم، مو تجي وتقول لي ادينو فيروس، ادينو فيروس سيروتايب 40 41 فقط هو اللي يسبب الجاستروانترايتس، لان عندك السيروتايب 4 7 21 هاي سبب ريسبيرتوري انفكشن، عندك سيروتايب 3 وسيروتايب 7 يسبب نيمونيا، عندك الكونجكتيفايتس التهاب الملتحمه لها سيروتايب خاص، عندك الابيديميك كيرات وكونجكتيفايتس التهاب الملتحمه وقرنيه العين يسببها 8 19 و37. شوفوا ايش قد يسبب اصابات، لكن اني بحاله الاصابات المعويه سيروتايب 40 41 وينتشر عن طريق فيكال اورال روت. الامبورتنت بروبرتيز هي عائله الادينوفيريداي، شكل الدي ان اي راح يكون دبل سترانج ويكون نون سيجمنتد، نون سيجمنتد خطي. الكابسيد تكون مضلعه متعدده الاوجه ايكوزاهيدرال، واكو فايبر راح تكون فايبر موجوده مثل البروجكشن على السطح الخارجي راح يساعده بعمليه الاتاتشمنت بالهوست سيلز. نون انفلوب، كل الفيروسات اللي شرحناها اليوم هي نون انفلوب، فيروسات عاريه، فيروسات لا تمتلك غلاف خارجي. والسيروتايب 60، طلاب خلوا ببالكم هو تقريبا 100 سيروتايب، 60 منهم يصيبا الانسان والحيوان، واللي يصيبا فقط الانسان تقريبا 40 42. هذا انا التفاصيل ما اريدها منكم، احسها هوايه عليكم. انت فقط تقول لي سيروتايب 60 انه هي موجوده بالانسان والحيوان. المميزه هذه ترجع تصنف الى سب جروب، سب جروب راح يصنف من اي علاجي سبعه. يعني شوفوا هو يقسم الى جروبات، والجروبات الى سب جروب، والسب جروب الى سيروتايب. فلما اقول 7 سب جروبات، يعني سب جروب A B C D E F G، ال A B مثلا كذا سيروتايب، فد 4 5، هذا B 4 5، من نجمعها نلقاها 60 سيروتايب. انفكت هيومن وانيمال، الكلينيكال فيتشر نفس الحاله، راح يسبب حاله التهاب المعده والامعاء، حالات الاسهال، هاي هم نفس الشيء قلت لكم اياها سيروتايب 40 41، وممكن ال 31، ممكن الثلاثه، ممكن السبعه ايضا هم تسبب. لما نيجي نفحص عينه الاستول راح نلقاها بكثره بالاستول، نفس اعراض الروتا فيروس. الانكيوبيشن بيريود من 3 ايام الى 10 ايام. ووتري دياريا، ما بي لا دم ولا بصل ولا ميوكس، ينتهي المرض ويتوقف عده من اسبوع الى اسبوعين. الصفه المميزه، شلون تقدر تقول هذا الشخص مصاب بهاي؟ اهم شيء هذا الشخص مصاب بالادينو فيروس. اولا الاصابه خلوها ببالكم تصير تغيير الفصول، يعني هسه احنا هذا الوقت من بارد الى حار، من حار الى بارد، عندنا 4 فصول بالسنه، من يتغير من فصل لفصل هاي تغير درجه الحراره
والشخص يصاب بالإسهال، خلي بالك هذا ممكن يكون أدينو، هذا ما يكفي. الصفة المميزة والمهمة، الشخص اللي يصير عنده التهاب المعدة والأمعاء ويصير عنده دايرية شديدة ويصير عنده فوميتنج تقيؤ، كل أعراض الدياريا وياها شي يشكل أعراض الجهاز التنفسي، يشكل ويا زكام، قحة، حرقة بالعين، حرقة بالبلعوم، هذه تقول أدينو فيروس لا محالة. يعني يشكل عند الطفل المصاب خاصة عند تغيير الجو حالات الإسهال اللي احنا نعرف أعراضها وكذا، إسهال وقيء وياها أعراض الجهاز التنفسي، يقح أو يعطس، يفرك بعينه، ممكن تصير حمراء، بلعومة، حرقة بيه، فارتفاع درجة الحرارة، فهذه كلها أعراض تنفسية ويا أعراض المعدة والأمعاء راح تقول هذا أدينو فيروس، لا روتا ولا نورا ولا أسترو. الإبيديميولوجي تقريبا من 7 إلى 15% الحالات اللي يسببها باليونج تشيلدرن. أيضا من المسببات الرئيسية الحالات الإسهال بالأطفال والرضع وحديثي الولادة، هذا بالمستشفيات ودور الرعاية على مدار السنة الإصابة، لكن خلوا ببالكم هي بالانتقال من فصل إلى آخر أكثر شيء من يتغير الجو. أنديميك، لكن هذا ما يمنع ممكن أن بحالة من الحالات يتفشى هذا المرض، وقلت لكم كما في حالة الحضانة طفل مصاب يعدي للأطفال الموجودين كلها، هذا ما يمنع. مدرسة، صف، وطفل بحضن طفل قاعدين، واحد مصاب ممكن يصيب لي الكل. هنا أنا سويت لكم جدول بسيط حتى تفرقون بين الروتو فيروس والأسترو والنورا والأدينو. الفاميلي ذكرتها لكل فيروس، طبعا من تريد تقرأ المحاضرة تجي تقرأ الجدول، حتى من تروح تقرأ راح تفهم أكثر. صنفتها حسب اسم العائلة وصنفتها حسب الجينوم تايب. طبعا هم ما عندك كلهم RNA، بس الأدينو شوفوا من اسمه أدينو، حتى لا تنسى أنه هو DNA فيروس، فذول كلهم RNA، عندي هنا فقط DNA. الجينوم أورجانيزيشن، هل هو يعني متكون من عدد من القطع؟ لو لا، إذا تتذكرون بالروتا فيروس قلت لكم هو سيجمنتد، الباقيات لا، كله ما بيقطع، الجين راح يكون هو خطي لينير. الانفلوب هم كل الفيروسات اللي شرحتها هي نان انفلوب، من الفيروسات العارية التي لا تمتلك غلاف خارجي. المورفولوجي، الروتا فيروس شكله كروي، ياخذ شكل العجلة لما نفحصه بالمجهر الالكتروني، لذلك يسموه بالفيروسات العجلية. اكتب بالجوجل الفيروسات العجلية واقرا عنه، معلومات كلش حلوة وهواية. الاسترو فيروس شكله شكل النجمة، فحصوه بالمجهر الالكتروني يقول يشبه النجمة، راح تقول لي النجمة ستار، هذا استرو، يعني باليوناني ياخذون المصطلحات باليونانية، فالنجمة استرون باليوناني، فطلقوا عليه الفيروسات النجمية. النورو فيروس من الفيروسات الكأسية لأن تشبه الكأس، شكلها small round structure. الأدينو فيروس راح يكون مضلع ومتعدد الأوجه. أنا الحمد لله كملت وياكم المحاضرة، كنت خاف أدخل على دكتور عدنان ومو حلو يعني، فطلاب أنا لحد هنا كملت، ما عندي شيء وياكم، محاضرة كلش بسيطة ومهمة. الأسبوع الجاي إن شاء الله خلوا بالكم أني أعلن على الكلاس روم وانطيكم بعدين بالغروب، فالأسبوع الجاي بإذنه تعالى إذا الله خلانا طيبين وسالمين وإن شاء الله عندكم الصحة والعافية، راح يكون عندكم كويز أيضا بمحاضرة ومحاضرة الدكتور عدنان، نفس نمط اليوم من 8:30 لـ9 إلا ربع، الكويز فقط ربع ساعة، نجمع هذه الكويزات لنهاية الفصل وبعدين نشوف شلون نطلع الدرجة. طلاب أني ما عندي شيء وياكم، لحد هنا خلصت المحاضرة، الساعة 10 إن شاء الله محاضرة الدكتور عدنان.